عموما معانا عبر الهاتف الان كابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين في نادي انبي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا. مساء الخير بوجودي معاك على القناه. اهلا بحضرتك يا فندم. ايه الوضع بالنسبه لنادي انبي دلوقتي؟ ما اكدبش عليك، كلنا تفاجئنا النهارده بالحاله. انبي يحتفل، الاهلي يحتفل، لو تسمح تشرح الوضع، خاصه اتحاد الكره رد انه الخطاب اللي انتوا بعتوه او الشكوى اللي انتوا بعتوها كانت منذ ايام قليله يعني. طب هو انا بس في معلومه صغيره صححها لحضرتك، حضرتك قلتها في الاول. اتفضل يا فندم. ان الاهلي كسب. هو احنا انبي اللي كسب النهارده 4-3. طبعا دي طبعًا. اول حاجه طبعا انا اقصد ان الاهلي كسب الدوري. الحاجه الثانيه ان احنا قدمنا شكوى في لعيب في النادي المصري، وبرده قبل مصر دي الكلام النادي المصري برده مش طرف في الموضوع. إدارة نادي المصري مش طرف، إدارة النادي الأهلي مش طرف، إدارة إنبي، إدارات الأندية كلها مش طرف إن لعيب بيروح يجيب ورق مزور، لأن إحنا لا نملك إن إحنا نتحرى الدقة في الأوراق من خلال جهات ما ينفعش إحنا نخشها. فإذا النادي خاضع للأوراق اللي الولد بيقدمها أو ولي أمره. كويس؟ فإحنا اللاعب المصري لعب قدامنا مباراه، المباراه انتهت بفوز المصري 2-0، واحنا جات لنا المعلومات ان الولد مواليد 97 وتم تسنينه في 2016 انه مواليد 2003. تمام؟ والاوراق بتاعتنا كلها سليمه، واحنا بعتنا الشكوى للاتحاد يوم 16/4. المفروض ان الاتحاد يرد علينا، او ان الامر مهم وهيبقى فيه لغط، او زي ما حضرتك بتعبيرك قلت هيبقى فيه عبث بهذا الشكل اللي حصل في الملعب النهارده. فبالتالي كان المفروض ان يتحسم الموضوع باسرع من كده، او يتاخد باهتمام اكبر من كده. صح. لكن لم يحسم الموضوع، وبالتالي احنا لعبنا المباراه، ولادنا عارفين احنا عايزين ايه من المباراه، فاحنا مطالبين ان احنا نكسب 1-0 بغض النظر عن المواجهات او الكلام ده كله. فاحنا بفوزنا النهارده نكون احنا والاهلي متساويين في عدد النقاط، ولينا 3 نقاط ان شاء الله يكونوا من نصيبنا من مباراه المصري، وبالتالي هنكون احنا الحق بالبطوله. نادي الاهلي مش طرف، ولا اداره النادي الاهلي طرف، ولا قطاع الناشئين في النادي الاهلي طرف، ولا حد طرف، غير ان احنا بندور على حقنا. واعتقد ان معلومه عند حضرتك ان السنه اللي قبل اللي فاتت مواليد 2001 حسمت البطوله زي النهارده كده بالظبط لنادي الجيش. وبعد 3 ايام اعلن اتحاد الكوره ان البطوله من حق النادي الاهلي، لان اعترض على لعيب وكان الموضوع من نصيب النادي الاهلي، وبعد 3 ايام اعلن ان النادي الاهلي هو صاحب البطوله بتاعت 2001، وابعد الجيش من احراز البطوله. اذا الموضوع هو سهل، تتحسم الامور. لكن انا لعبتي لعبنا المباراه، كانوا رجاله، كسبنا نادي الاهلي 4-3، والمباراه الناس كلها شافتها، اشادوا باولادنا واشادوا باداء. طب كابتن عماد، انا سؤالي لحضرتك، هل طلبت من اتحاد الكره تاجيل المباراه لحين حسم هذه القضيه؟ لا اطلاقا ما طلبتوش ده. لا لا احنا ما طلبناش طبعا، لان ده مش حقنا ان احنا نطلب تاجيل مباراه. إذا اتحاد الكورة أخطرنا إن يتم تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى المقدمة، إحنا كنا هنقول أمين، إحنا ما بنقولش لأ على أي حاجة. إحنا بالنسبة لنا الموضوع مش في إيدينا، القرار عند اتحاد الكورة مش عندنا. فبالتالي إحنا لم نتلقى أي أخطار بإن إحنا إن الماتش يتأجل، أو إحنا طلبنا إن الماتش يتأجل، لأن الموضوع أوراق، والأوراق موجودة، وإحنا مجمعين كل الأوراق وحاطينها قدام اتحاد الكوره للبت في الموضوع. طيب ومنتظرين القرار ان شاء الله. طيب لو اتحاد الكوره كان قراره انه اللاعب المصري ده شارك بشكل شرعي في المباراه، وانه الاوراق اللي قدمتوها كانت خاطئه، وانه انبي خسران الدوري كده، الموقف ايه؟ ما اعتقدش ان احنا بنخش في موضوع الا لما نكون متاكدين منه تماما، واحنا الحمد لله ما بنرميش حد جزافا. وزي ما بيتقال كده، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. احنا تبينا الامر تماما، وجمعنا اوراقنا تماما، وحضرتك لو واخد بالك من الصوره على الشاشه، لعيبه الاهلي نفسها عارفه انها خسرت المباراه وخسرت الدوري. الشاشه اللي قدام حضرتك
بعد مباشره ما الحكم انهى المباراه، لان لعيبه النادي الاهلي كانوا عارفين. بس احتفلوا بعد كده، بس احتفلوا بعد كده لما رجعوا على الدكه. لما رجعوا على الدكه رجعوا وراحوا احتفلوا عند الجمهور. انتوا هم متاكدين هم متاكدين ان المباراه اذا انتهت كده فهم عارفين كويس مصير الثلاثه بونت بتوع النادي المصري للنادي. طيب يا فندم، انتوا كنتوا بتحتفلوا ومحضرين للاحتفال وكان في كاس، انتوا كان معاكم كاس، الكاس ده ايه؟ لا ده احد الجماهير كان جايب كاس، يعني حد من الجماهير او من اولياء الامور كان جايب كاس. لكن طبيعي ان اتحاد الكره السنه دي ما قالش ان هيبقى فيه تكريم للفرق البطل في الملعب. هيبقى فيه تقريبا احتفاليه هيعملوها. معرفش، كان السنه اللي فاتت على فكره الاحتفاليات كانت بتبقى في الملعب. الفريق اللي بيحسم البطوله كان بتطلع لجنه من اتحاد الكره تسلمه كاس البطوله او درع البطوله في الملعب. لكن ده تصرف احد اولياء الامور اللي كان فرحان بالمكسب وفرحان بالنتيجه. وحتى اولياء الامور الموضوع عنده موضوع معروف في القطاعات الناشئين كلها. طيب كابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين في نادي انبي، بشكرك على هذا التوضيح بعد مباراة الأهلي اليوم.